ازاي كسبت بفرقتك الزمالك 6-1؟ نا بريميرا فولتا في الدور الاول انا قلت للعيبه لو لعبنا من غير راس حربة واتنين وينجين فاتحين لأن الزمالك كان عنده ساعتها باكين أقوياء بيصعبوا اللعب بيهجموا كتير بس بشير والمساك التاني اللي مش فاكر اسمه دلوقتي لما كان يبقى عندهم حد يمسكوه يبقى عندهم صعوبات في اللعب فقال احنا هنهجم ولما نخسر الكرة واحد هيعمل ضغط على لعيب الزمالك اللي معاه الكرة والباقيين ينزلوا على خط نص الملعب بعد كده نضغط على فريق الزمالك نكسب الكرة ونعمل هجمة مرتدة على طول لعيبة الأهلي بدل ما يعملوا خط في نص الملعب عملوا خط على 18 بتاعتنا بدل نص الملعب خسرنا 2-1 كان ممكن نخسر 3-4 الجماهير الاهلي في الاستاد كان في 100,000 واحد في الاستاد رموا ازايز بيبسي وحاجه ساعة كل حاجه في ايديهم وحاجات بلاستيك وكان الحظ بتاعنا الماتش اللي بعديها لعبنا مع اخر فريق في الجدول وكان من غير جمهور فكسبنا الماتش 1-0 لو كان بالجمهور مع الضغط ده كان ممكن نخسر الماتش فكنت متعصب جدا مع اللعيب في الدور الثاني كنا رايحين نلعب يوم الحد يوم الخميس عملت اجتماع معاهم في اوضه اللبس وقلت لهم في ماتش الدور الاول ما كانش في واحد كان في تشيك زي الناس ما كانتش شجاعه في الملعب كان في واحد مش شجاع فاسال كل واحد 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 انت هتبقى جبان؟ لا كان عنده زي الفخر او مكسوف يقول لا مش هبقى جبان فسأل كل واحد هتخافوا تاني؟ فكلهم قالوا لا وكلهم كانوا بده وشه متعصب دلوقتي لما هعمل الفرقه اللي هتلعب تشكيل الفريق كان ساعتها بتختار 16 لاعب مش 18 زي دلوقتي قلت لهم في محاضرة الماتش بقول واحد واحد إذا كان هيخاف ولا لا. هنلعب بنفس الخطة اللي لعبنا بيها في الدور الأول اثنين وينجين فاتحين كان ساعتها بيه ورضا شحاذ باقيين ورا نخسر الكرة ننزل لغاية نص الملعب مش على ال 18 على نص الملعب ومع الضغط بيبو يطلع جري ورضا شحاته يطلع جري والكرة في ظهر المدافعين بعد نص ساعة كان 3-0 خلص الماتش بعد كده 6-1 خالد بيبو جاب 4 أجوان وإبراهيم سعيد اتطرد قبل آخر الماتش اللي جاب 6 أجوان كان ممكن يجي أكتر ده يقول إيه؟ إن كان كل حاجة مسألة نفسية من ماتش لماتش من الدور الأول للدور الثاني اللي اتغير في الخطة كل حاجة كانت نفس زي ما هي بس اللي اتغير هو عقلية اللعيبة في الفترة ديت ابتدت اللعيبة تتحسن وغيروا العقلية بتاعتهم وده اللي غير كل حاجة وفي تغيير العقلية ده اللي ادى الأهلي الخطوات اللي عملها وكل مرة كانوا بيثقوا فيا أكتر لأن الحاجات اللي كنت بقولها لهم يعملوها
لما بيعملوها فعلا كانت بتتحقق. اهم حاجه للمدرب ان اللاعبين تثق فيه. المدرب بيحتاج اكتر بكتير ان الثقه ديت اكتر من اللعيبه.